السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا طالبات الصف الأول، سوف نتعرف على موضوع جديد في مادة العلوم يتحدث عن الاستفادة من موارد الأرض. انظري يا صغيرتي، ماذا ترين في هذا البحر وفي هذا المحيط؟ نعم، أرى سفينة وأرى هنا جعل. إذن أنظر وتساءل، الماء هنا أو البحر مورد والهواء مورد طبيعي مهم. هذان الماء والهواء موردان طبيعيان مهمان هيأهم الله سبحانه وتعالى الإنسان. ما أهمية الماء هنا؟ فيه تبحر السفن، وأيضا تنقل السفينة الموجودة في البحر أو في الماء من هؤلاء الناس، وأيضا البضائع الموجودة هنا من مكان إلى آخر. إذن الله سبحانه وتعالى هيأ لنا الماء لكي تعيش فيه المخلوقات الحية أيضا، وأيضا لكي تبحر السفن، وأيضا يستخرج منه الحلية التي نلبسها. إذن أيضا السفن هنا تنقل ماذا؟ تنقل البشر، وتنقل ماذا؟ البضائع من مكان إلى آخر. إذن ما أهمية موارد الماء أو ما أهمية الموارد الطبيعية الماء والهواء؟ مفردات جديدة التلوث. إذن الماء مهم جدا، مهم الماء في مجالات عدة. هنا تبحر السفن في الماء، أيضا ينقل البشر من مكان إلى آخر، ينقل البضائع، السفن تنقله الموجودة في البحر أو في الماء. أيضا نستطيع في الماء سقي النباتات أو يساعد الماء في نمو النباتات. أيضا الماء يساعد هنا في الصورة، أحسنتي، في السباحة، وأيضا في عملية الطبخ أو في عملية التنقيع. إذا الماء مهم في الشرب، في الوضوء، في الطبخ، في الاستحمام، وكذلك نحتاج إلى الهواء لكي نتنفس ولكي نعيش. هل نشرب ماء ملوث؟ لا، الماء والهواء لابد أن يكونين نظيفين، لأن الماء الغير نظيف يضر بصحة الإنسان، يسبب للإنسان أمراض، يسبب له أوبئة، يسبب له أشياء أخرى. إذن علينا أن نحافظ على نظافة الماء والهواء. ما أهمية الماء؟ الطبخ، الشرب، الوضوء، نأتي الآن إلى ما هو التلوث. التلوث هو وجود أشياء ضارة مثل النفايات. هنا التلوث رمي النفايات في الأرض، نلاحظ هنا نفايات، وهنا أيضا نفايات يضعها البشر في الأمكنة، وهنا نفايات. إذن هل يضر التلوث هنا بالكائنات الحية مثل الطيور؟ نعم يضر بها، وأيضا يضر بالناس والحيوانات والنباتات، أيضا لا تنمو في مكان ملوث. إذن يسبب التلوث أمراض للإنسان والحيوان. كذلك دخان المصانع، هل يلوث هنا الهواء؟ نعم، دخان المصانع هنا يلوث الهواء، وأيضا يسبب أضرار للإنسان في الجهاز التنفسي، لا يستطيع التنفس بشكل صحيح. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء يا صغيراتي.